أهلا بكم مجددا، معكم نورة سعالي، وسنستمر مع دروسنا بنتجاز. تأخرت عليكم لأنني كنت مشغولة، ولكن سأحاول قدر الإمكان إنهاء هذا المشروع قريبا، ولا أترككم هكذا معلقين بدون إنهاء هذا المشروع. فبداية لنرى أين نحن الآن، ما هي ملفات المشروع؟ هذه هي ملفات المشروع. نتذكر نحن الآن نعمل على آخر إصدار من Next.js، لنرى الباكج، طبعا لنرى ملف باكج دوت جيسون. فنحن الآن على هذا الإصدار من Next.js. إذا أردنا تحديث هذا الإصدار، لأنني أعرف أن هناك إصدار آخر من Next.js، فبكل بساطة نكتب npm i يعني install next at latest، يعني النسخة الأخيرة. والآن سيتم تحديث نسخة next التي نتعامل معها. فإذا جيد جدا، تم تحديثها، فمجددا يمكن أن نرى النسخة التي نتعامل معها. هذه هي النسخة. إذا لاحظوا next سريعة التحدث فعليا، ودائما هنالك تحديثات في next. فإذا ممتاز. فالآن الشيء الثاني الذي أريد أن أقوم به هو أننا سنقوم بتشغيل السيرفر، مهم جدا. npi run dev server development. ولنرى هنا لدينا طبعا أنا كنت أعمل هنا، طبعا هذا هو المسار، هذه الصفحة، فدعوني أمسح هذا كله. ولنرى، إذا يفترض هنا أن يكون لدينا العمل. الآن يتم تحديث الصفحة، ولاحظوا أنا كنت أقرأ ب documentation وتوثيق Next.js. من المهم أن نقرأ documentation دائما حتى نتعلم، دائما هذه توصيتي لكم. فإذا هذا هو الشيء الموجود لدينا الذي قمت به بالفيديو السابق. لاحظوا لدينا هنا search bar، ولكن أو search box، لكن صندوق بحث، لكن لم أقم أنا فعليا بإضافة الوظيفة له، وهذا الشيء الذي أريد أن أقوم به اليوم. إذا في فيديو اليوم الشيء الذي سنقوم به، رقم واحد أننا سننشئ أو سنجعل هذا يعمل. أيضا سننشئ شيء اسمه pagination، تعلمناه كثيرا في الفيديوهات السابقة. إذا كنت لا تعرف ماذا يعني pagination، يعني تقسيم عدد القيود الموجودة في هذه الصفحة ضمن تقسيمها على صفحات. يعني مثلا لدينا هنا، يكون لدينا مثلا 1000 مقالة، أريد أن أظهر 10 مقالات مرة واحدة وثم أقول next حتى تظهر العشرة الأخرى، أو أقول مثلا الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة. سأوضح كثيرا اليوم، أعتقد سأوضح كثيرا حول use client والcomponent التي تعمل على جهة المتصفح، أو client والcomponent التي تعمل على جهة السيرفر. فإذا هذا الشيء سنتحدث عنه اليوم، هذا هو الغرض من هذا الفيديو، فابقى معي حتى تعرف. فإذا سنبدأ من هذه النقطة. فإذا ذهبنا إلى الأب، جيد، ها هو الأب، ونحن الآن بمجلد الأرتيكلز. فإذا ذهبنا إلى مجلد الأرتيكلز ستكون فيه بيج. فإذا ذهبنا إلى صفحة الأرتيكل سنرى هنا أنه يظهر لدينا الأرتيكل ضمن هذا الكاستوم داتا جريد التي شرحتها بفيديو سابق. أيضا هنا لدينا السيرش بوكس، سيرش بوكس بداخل الكاستوم داتا. فإذا ذهبنا إلى الكاستوم داتا، ها هي، فلدينا سيرش بوكس هنا في داخلها. أنا أريد فعليا أن أقوم بتحويل هذا السيرش بوكس أو الفلتر بوكس أسميته، أريد تحويله لكومبوننت منفصلة. فبكل بساطة سأقوم بإنشائه. فإذا tab new، ما اسم هذا الملف؟ طبعا أحد الأشخاص قال لي لماذا لا تستخدمين المحررات الأخرى، وهي محررات تكتبين فيها أقل من Vim. فعليا Vim تكتب في Vim أقل، لكن أنا أستخدم Vim مع التيرمينال وأنشئ ملفات من خلال التيرمينال مباشرة، ويمكن أيضا أن ننشئ كل شيء بVim. لكن طبعا قدرات Vim دائما قابلة للتطور، فدائما الإنسان يعرف أكثر فيطور أكثر من مهاراته بإنشاء الأمور ويصبح أسرع. لكن فعليا هذه قاعدة Vim الأسرع دائما. إذا كان هنالك يعني يبدو لك أنني بطيئة باستخدام المحرر، فهذا يعود لقدراتي أنا وليس يعود لVim. فإذا tab new اسمه سيكون filter box dot js. طبعا هذا سننشئه أين؟ سننشئه بمجلد الكومبوننت، وسيكون اسمه filter box، ها هو.
طبعا سأنسخ كل شيء موجود هنا في الداتا جريد، لا داعي يعني، لكن لا أريد أن أنسخ وأنسخ أكثر مرة أو أكتب كل شيء مرة أخرى. فإذا هنا بالتيبل لا أحتاج هذا التيبل، سأحذفه. بالنسبة للكونتينر لا أريد هذا الكونتينر ولا أريد هذا، أنا فقط أريد أن يظهر لي السيرش بوكس هكذا. جيد. بخصوص البروبس هنا فلا أريدها، وهذه لا أريدها، والمسجز حاليا لا أريدها، يمكن أن نغيرها لاحقا لنجعلها تظهر باللغة العربية. سنعود لي الآن للداتا جريد هنا، وسأقوم بالجلب مرة أخرى، سنجلب الفلتر بوكس كومبوننت وسنجلبها من نفس مسار الموجودون نحن فيه حاليا، وهو مجلد الكومبوننت. سنقوم بجلب الفلتر بوكس، وهنا بدلا من هذا سنجلب كومبوننت الفلتر. طبعا يفترض الآن لا يوجد أي تغيير، كل شيء نفسه، لا يوجد أي تغيير، نفس الشيء، نحن فقط قمنا بعملية تنظيمية، نقلنا الفلتر بوكس لكومبوننت أخرى. فممتاز. فإذا الآن العمل الحقيقي أو الشيء الكود الحقيقي سيتم إضافته هنا إلى هذه الصفحة. طبعا هذه ليست داتا جريد فيجب أن أغيرها، سأسميها فلتر بوكس. جيد، فقط مجرد تسمية. هنا أريد التعامل مع الفلتر بوكس كما أتعامل مع أي input خاص برياكت كومبوننت، والتعامل معه يكون بالشكل التالي، هو أن يكون لدينا هنا value التي تكون شيء ما، ويكون لدينا هنا onChange event التي من خلالها يمكن أن نقوم بتحديد القيمة الجديدة للvalue حسب الشخص يقوم بتغييرها. عادة نحن كيف نقوم بذلك؟ نقوم بimport use state. رجاء انتبهوا لهذا الموضوع، أنت تعرفه لكن بتطبيقي الحالي سيحدث هنالك مشكلة الآن، فأنا أعطيك يعني تشويق أن هنالك مشكلة ستحدث الآن، فقط أحتاج ال use state فعليا. وهنا سأقوم بإنشاء state اسمها search term و set search term و use state، وبداية ال search term سيكون empty string. ال value هنا في حالتنا ستكون search term، وال onChange event ستكون سأقوم بإضافتها هنا مباشرة من خلال set search term. طبعا هذا الشيء react والnext تعاملنا معه كثيرا، ذلك أنا أكتبه الآن بسرعة، فقط قمت بحفظ الانبوت الذي لدي هنا بon change event، وقمت بحفظه بالسيرش set search term. جيد. فهنا بعد الشخص أن يقوم بكتابة السيرش term، أريده أن يقوم بالنقر على زر اسمه search. جيد. وهنا في هذا الزر طبعا لينك يجب أن أقوم باستيرادها من أين؟ هل يمكنك معرفة من أين؟ من next link، هذا الشيء لم يتغير، next link. جيد. وهنا اللينك يجب أن يكون لها href. مبدئيا سأجعل href هي ال slash مبدئيا، فعليا أريد شيء آخر لكن لا مشكلة، هنا سأكتب كلمة search. جيد. فلاحظوا حدث الخطأ الذي وعدتكم به، فسنتحدث الآن عن هذا الخطأ. ما رأيكم نتحدث عن هذا الخطأ؟ فإذا لنتحدث عنه، فإذا لنذهب لصفحة الخطأ، ولاحظوا يقول React Server Component Error، يقول أنت تقوم باستيراد Component التي تحتاج Use State. نعم هذا صحيح، نحن نقوم باستخدام Filter Box التي تحتاج Use State، فإذا الكلام صحيح. It only works، هي فقط تعمل بالclient component. فإذا هذه هي عبارة عن server component، وأنا استخدم شيء فقط يستخدم بالclient component. الآن سأوضح. ولا يوجد أي يعني app لهذه الcomponent معنون بuse client، ولذلك هم server component by default تلقائيا. تعلم عن هذا نعم سنتعلم عن هذا، يمكنك النقر على الرابط والتعلم بنفسك أو متابعتي الآن لفهم هذا الموضوع. عليك أن تتابعني هنا الآن، لأن الآن سنتحدث عن موضوع
أنت ستخطئ فيه فعليا، في أو ستخطئ مجرد أنك تستخدم الآب دايركتوري بالنكس جي إس الحديثة ستخطئ به. فمن المهم جدا أن تسمعني الآن وأن تفهم الفرق. الآن سنناقش هذا الفرق، فدعني أنتقل للوح لنرسم الأشياء ولنوضحها أكثر. في نحن اتفقنا أن في نكس نفسها، نحن اتفقنا أن لدينا هنا client front end التي نعمل معها مع next، واتفقنا أن لدينا هنا server، طبعا هنا server الذي هو back end، واتفقنا أن هذه هي next التي اعتبرناها ال front end صحيح. وقلنا أن هنالك يوجد اتصالات ما بين server وما بين next.js، لكن أيضا قلنا أن next.js نفسها حاليا فيها server، فلنعنون السيرفر باللون الرمادي هذا. فإذا هنا لدينا سيرفر نيكست جي اس بداخل نيكست جي اس، ولدينا أيضا فرونت اند أو كلاينت نيكست جي اس، هذا أدنى نيكست جي اس. الخطأ الذي بدر منا الآن هو خاص بالنيكست جي اس، ليس له علاقة بهذا الموضوع. هذا الموضوع انتهينا منه، نحن لا نتعامل معه أبدا حاليا. فالموضوع الذي نتعامل معه فعليا الآن هو Next.js التي فيها Client وفيها Server، واتفقنا أن الفرق بين Client والServer أن Client هو الكود الذي يعمل على المتصفح فهو Client، والServer الكود الذي يعمل على الكود الذي يعمل على جهة مكان وجود الكود فعليا. أين يوجد الكود؟ على السيرفر الخاص بي، يوجد الكود على الحاسوب الخاص بي، يوجد الكود أين يوجد؟ هذا هو السيرفر Next.js. أما الكلاينت فهو المكان الذي يتم به تنفيذ الكود على المتصفح، هذا اسمه الكلاينت. فدعونا نفتح صفحة جديدة. فإذا مرة أخرى نرسم الأمور، فإذا لدينا هنا Next.js، هذه Next.js كلها، طبعاً كتبت خطأ لا مشكلة، اعتدتم على رسوماتي. فإذا هنا لدينا هذه Next.js client وهذا Next.js server. فإذا مرة أخرى الآن أنا أشرح Next.js وليس لي علاقة بأي تقنية أخرى. فالشيء الذي حدث معي هنا أنني بفلتر بوكس أنا استخدمت use state. use state شيء له علاقة بإدارة الحالة، هذا يعمل في المتصفح. لو استخدمت use effect ايضا شيء له علاقة بإدارة بتحميل الصفحة. use effect ماذا تعني use effect برياكت؟ يعني ان عندما يتم تحميل الصفحة بالكامل او عند تحميل الصفحة او عند تحميل المكون ماذا تفعل على الهامش، فهذا يعني use effect. فبالتالي لها علاقة بتحميل الصفحة او بتحميل الكومبوننت على جهة الكلاينت. ايضا اذا قلنا ان حادثة on click اين تحدث click؟ تحدث هذه الحادثة أو هذه الإيفنت عندما يقوم الزائر الموقع بالنقر على كليك، بالنقر على زر معين، نقر على شيء معين، هذه حادثة كليك. فأين تتم؟ تتم في المتصفح. أيضا on change event أين تحدث؟ عندما يدخل الشخص input بصندوق معين، الآن يريد أن يفلتر النتيجة، سيقوم بكتابة النتيجة بالinput، فهو يكتب من هو زائر الموقع، فإن هذه العملية تحدث من جهة الكلاينت. فهذه الحوادث كلها تحدث أي في جهة الكلاينت. سيرفر Next.js أو السيرفر ليس له علم بها، هي تحدث في متصفح الزائر فقط. يعني تخيل مثلا أنت قمت بإنشاء موقع فيه زر يتم النقر عليه، وهذا الموقع طلبه الزائر وحمل له في متصفحه هذا الزر، فقام الزائر بالنقر عليه. هل بشكل افتراضي أن السيرفر الموجود هنا يعلم أن الزائر نقر أم لم ينقر؟ بشكل افتراضي لا يعلم ذلك، هذه حادثة تتعلق بالعميل. فالسيرفر الكود هنا ليس له علم إذا تم النقر أو لم يتم النقر، هذه حادثة غير معلومة بالنسبة له، غير معرفة بالنسبة له. فالشيء الذي حدث هنا فعليا، لنعد ثواني، الشيء الذي حدث هنا فعليا أنا استخدمت use state وأيضا استخدمت on change event الآن في الأدنى، وأنا استخدمتها أين؟ في كود يعمل على جهة السيرفر. فالسيرفر ليس له علم ب on change وليس له علم ب use state. فالشيء الذي سيحدث هناك خطأ. لكن ب Next.js يمكن أن أقوم بإصلاح هذا الخطأ بكل بساطة بالطريقة التالية، هو أنني أخبر Next.js
أقول لها نت جي اس تنبهي، هذه هي client component، أريدها أن يتم تثبيتها على يتم تنفيذها على جهة client، فأقوم بإضافة شيء اسمه use client directive، هذه اسمها directive use client، أقوم بوضعها بأعلى الملف الكومبوننت الذي أريد أن أقول أن هذه هي عبارة عن أريد أن أقول أنها هي عبارة عن client component. جيد، أريد أن أقول أن هذا تتعلق بالزائر، تتعلق بالعميل، تتعلق بالبراوزر، لا تتعلق بالسيرفر، فرجاء تنفذها هناك. فالنكجس تفهم هذه النقطة وستحول هذه الكومبوننت لكلاينت كومبوننت، وهذا الشيء لن يؤثر على الكومبوننت الأعلى أو الكومبوننت الأب أو الأم لها، لن يتأثر بها. فالكومبوننت الأب تبقى هي عبارة عن سيرفر كومبوننت، لكن الكومبوننت التي عنوانتها كلاينت كومبوننت تصبح كلاينت كومبوننت. الآن سنرى بالكود. فماذا يعني المعلومة التي قلتها قبل قليل؟ أن هنا الفلتر بوكس موجودة بالكاستوم داتا جريد. كاستوم داتا جريد هي تنفذ على جهة السيرفر، ولا مشكلة بذلك أن تنفذ على جهة السيرفر، لكن بداخلها يوجد فلتر بوكس. هذه الفلتر بوكس بداخلها يوز ستيت، وبداخلها أيضا اون تشينج، هذه تنفذ على جهة المتصفح، فأنا بالتالي سأعنونها، سأقول هذه يا نت جي اس، هذه يوز كلاينت، استخدمها فقط بالكلاينت لأنها تتعلق بالكلاينت. فالشيء الذي سيحدث أن من جهة السيرفر سيتم فعليا تطبيق كل هذا، سيتوقف هنا فعليا، لن يتوقف هنا، يمكن أن نفكر بها سيضع مثلا place holder أو شيء ما هنا، وعند التنفيذ المتصفح عند التنفيذ على المتصفح سيتم وضع الفلتر بوكس هنا، لكن على جهة السيرفر لن يكون هنالك فلتر بوكس. جيد، فأحببت أن أطيل بهذه الفكرة لأنها مهمة جدا، لأن هذا هو الشيء نقول التريكي، يعني الشيء الصعب بالنسبة للنسخة نت جي اس الجديدة، أن نفرق بين الكلاينت والسيرفر. ومجرد أنك فهمت هذه الفكرة، أنا سأكررها على مسامعك أكثر من مرة، حتى لو مللت، وحتى لو اعتقدت أن هذا كلام زائد، حتى لو اعتقدت أنك تفهم كثيرا، أنا سأكررها كثيرا حتى تصل الفكرة بشكل جيد. فإذا انتهينا من هذا الموضوع، الآن نفترض لا يوجد لدينا خطأ، فإذا لنعد، فإذا لا يوجد خطأ فعليا. طيب، هذا السيرتش بوكس مبدئيا عندما يتم النقر على، طيب يعني أنت تفكر الآن، فكر فيها الآن، يعني أنت الآن ستقوم بالنقر على السيرتش، بماذا سيبحث يعني؟ كيف سيبحث يا ترى؟ وخاصة أن الارتيكلز، أنا أريد أن أبحث بالارتيكلز، الارتيكل موجودة هنا بصفحة البيج، وأنا أريد فعليا أن أريد فعليا الفلتر هنا، فكيف ذلك برأيكم؟ كيف ذلك؟ فالطريقة التي سنقوم بها هي التالي، وعندما نقر على زر سيرش أريد تغيير شيء هنا باليورل، وهذا الشيء الذي أريد تغييره باليورل هو سيكون الكويري، أريد أن أضافت هنا كويري أسميه search term، ودعونا نقوم بهذه الخطوة ثم نرى الخطوة رقم 2. فإذا الخطوة رقم 1 نريد إضافة كويري هنا، عندما نقرأ على search أريد إضافة كويري لهذا اليورل. طبعا هذه طريقة للقيام بهذه المواضيع، أنا أقوم بها بهذه الطريقة، يمكن لديك أنت فكرة أفضل. طيب، فنحتاج من هنا، طبعا هذه الآن سنحتاج شيء من next الجديدة، وهو اسمه use search parameter. فإذا هذه الكويري في الأعلى اسمها search parameter بNextJS، فإذا هنا سنجلبها من next navigation، وحتى أنا أستخدم وأجلب هذه search parameter، جيد، سأقول get search parameter، فعلي أن أستخدم هذه الهوك، نحن نعرف يعني استخدام هذه الأمور، سنجلب search params من use search params، ونريد أن نجلب من هنا query اسمه ماذا؟ اسمه search term، فسأكتب هنا query search term، وهنا سأكتب search params. هنا هذا شيء جديد، حتى نحصل على الquery الذي اسمه search term من search param، علينا استخدم get، وهنا طريقة get، وهنا search term. جيد؟ طيب، إذا لم يكن هنالك لدي search term باليورل، فأنا أريد أن تكون query search term empty string.
وبالنسبة لليوزر ستيت فأريد أن أعطيها قيمة ابتدائية نفس قيمة الكويري سيرش تاب. فإذا ما هو الشيء الذي قمت به أنا حاليا؟ فإذا نعم، فإذا الشيء الذي قمت به حاليا لا شيء فعليا. إذا كتبت هنا مثلا تطوير، كلمة تطوير، وثم قمت بالنقر على السيرش، أريد أن أبحث عن تطوير جيد، فلاحظوا مجرد أنني قمت بالنقر على السيرش الذي سيحدث هو أنني انتقلت للصفحة الصفحة الأساسية. لماذا؟ بسبب اللينك هذا الذي يجب أن أغيره الآن. فدعوني أغيره، كان يجب أن أغيره قبل أن أشرح هذه النقطة، لكن لا مشكلة. هنا بالHref يمكن أن أضع string عادي كما اتفقنا، ويمكن أن أضع object. فالأوبجكت الأساسية ستكون المسار، مسار الصفحة التي أريد هي التي ستكون هي articles، المسار الرئيسي، والكويري. بخصوص الكويري فأنا أريد أن أضع السيرش تيرم الذي تم إدخاله من قبل الزائر في المتصفح. فإذن هنا مرة أخرى لو كتبت هنا تطوير وثم قمت بنقر على سيرش، فإذن لاحظوا في الأعلى سيأخذ المسار الرئيسي articles، والسيرش تيرم تطوير الذي أخذها من هنا ووضعها في الأعلى هنا، لاحظوا. طيب ممتاز. طب أنا لو قمت بتحديث الصفحة هنا، فالشيء الذي سيحدث هنا لا شيء، ستبقى هنا كلمة تطوير موجودة إلى آخره. طب لو بالرابط هنا غيرت كلمة تطوير ووضعت كلمة تصميم وإنتر، لاحظوا سيأخذ هنا الكلمة من هنا. ما السبب؟ ما الكود الذي ساهم بذلك؟ الكود الأعلى، الكود الأعلى أن جلبنا من الكويري في الأعلى، جلبنا السيرش بارامز، جلبنا السيرش تيرم، إذا لم يكن موجود وضعنا له قيمة empty string وزودناه كقيمة افتراضية لليوزر ستيت. وعند النقر على السيرش فنحن سنذهب إلى المسار الرئيسي الموجود لدينا هنا، وأيضا سنضيف السيرش تيرم هنا، جيد؟ فإذا هذا هو بالنسبة للفلتر بوكس. أنا أنشأت هذه الكومبوننت لكن فعليا أنا فقط أنشأتها، لكن لم أقم بأي فانكشناليتي لها، لم يتم هنا الفلتر، فكيف يكون الفلتر؟ فإذا لاحظوا الفكرة الآن، أنا لدي هذا الرابط، هذا الرابط السيرفر على علم بهذا الرابط، السيرفر ليس على علم بيوز ستيت وأون تشينج وأون كليك، ليس على علم بها، لكن هو على علم بالرابط هذا، وهذا الكويري الموجود هنا يمكن أن أحصل عليه بكمبونت جهة السيرفر. فبالتالي يمكن أنا فعليا أن أذهب للارتيكلز، وهنا لاحظوا الآن لدينا سيرفر كومبوننت، هذا صفحة البيج، هذه السيرفر. فإذا البيج هنا على علم بالرابط في الأعلى، فيمكن أن أقوم بأخذ الكويري من هذا الرابط وفلتر الارتيكلز التي تعود لدي هنا من خلال الكويري الموجودة. فكيف ذلك؟ بكل بساطة هذه الارتيكل بيج يمكن أن أحصل من هنا على، يمكن أن نسميه كونتكست، والآن لنقم بكونسل لهذا الكونتكست. طبعا الشيء الذي أريد أن أقوله هنا أن هذا السيرفر مرة أخرى، وبالتالي هذه الكونسل لن أجدها بالكلاينت، يعني إذا ذهبت إلى الكلاينت لن أجد هنا كونسل أي شيء، لكن سأجد هذه الكونسل، أين سأجدها؟ هنا. فإذا لاحظوا هذا هي الكونتكست، فلاحظتم هي عبارة عن أوبجكت فيها بارامز وفيها سيرش بارامز التي هي الكويري التي تكون بعد إشارة الاستفهام، ولدينا السيرش تيرم وهو تصميم، وفعليا لدينا هنا سيرش تيرم تصميم. فبالتالي بالكود الخاص به هنا يمكن أن أكتب التالي، يمكن أن أكتب cons search params، وسنجلب search params من الكونتكست، وسنجلب أيضا search term من search params، لكن هذا search term يمكن أن يكون غير موجود، وبالتالي سأعطي قيمة افتراضية empty string. فإذا أصبح لدي هذا search term، فيمكن أن أقوم بفلترة الارتيكلز التي لدي، التي هي sorted articles هنا، يمكن أن أقوم بفلترتها حسب هذا search term. سأكتب filter articles، وهنا أكتب const filtered articles ويساوي
السورتد ارتكلز، الارتكلز المرتبة، سأستخدم خاصية فلتر، ومن الارتكل هنا كل ارتكل إذا كان التايتل includes a search term فعد لي بهذه الارتكلز. طبعا هذه الفلتر ارتكل سأعيدها هنا للديتا، لن أعيد السورتد، سأعيد الفلترد ارتكل. وهكذا انتهينا. إذا لم يكن هنالك أخطاء فهذا يعني أننا نحن في مسار صحيح. وفعليا لاحظوا يوجد تصميم، فظهر لي تصميم، كل عنوان فيه كلمة تصميم. ولو كتبت مثلا لا شيء، طبعا يجب أن أكتب أن أقرأ على السيرش، سيظهر لي كل شيء. تلاحظوا السيرش تيرم لا شيء، طبعا لو أنا لم أدخل السيرش تيرم أصلا بهذا الشكل أيضا سيظهر لي كل شيء. مجرد أن أدخل مثلا دعونا نكتب تطبيقات الويب وثم search سيظهر لي فقط تطبيقات الويب. مثلا إذا أردت البحث فقط على مثلا جينجو، فإذا search سيظهر لي فقط جينجو، وفي الأعلى أيضا يتغير هذا الترم. فإذا هذه هي طريقة search box في الأب دايركتري في Next.js بنسخة الأب دايركتري ب سيرفر وكلاينت كومبوننت. أتمنى أن هذا التوضيح كان يعني واضح بالنسبة لكم حول موضوع السيرش بوكس أو الفلتر بوكس، ولا أعرف ماذا اسمه، صندوق البحث. وهذه الطريقة لاحظوا تؤمن لك أن تجعل السيرش بوكس هو كلاينت كومبوننت، لكن لا تجعل كل شيء في الموقع كلاينت كومبوننت. أنت فقط ترسل السيرشر من المتصفح للزائر من خلال كويري، من خلال كويري تقول للسيرفر اوكي انا الان اريد المقالات التي فيها كلمة جينجو، فالسيرفر بدوره سيعيد لك هذا الشيء بناء على اليورل، وانت من جهة الكلاينت تغير اليورل والسيرفر يفهم اليورل. فإذن هنا يصبح التواصل ما بين الكلاينت والسيرفر. فإذا أتمنى أنكم استفدتم من درس اليوم، أصبح طويل نوعا ما. في الدرس القادم الباشينيشن الآن بعد قليل سأسجله إن شاء الله ونستمر بمشروعنا.